حول هذا الموضوع. معانا اتصال تليفوني بالمحلل العسكري والاستراتيجي اللواء حمدي بخيت. اهلا بيك معانا سياده اللواء. اهلا بحضرتك وبالساده مشاهدي برنامج هنا ماسبيرو. سياده اللواء، بدايه كلمنا عن تدريب تبوك 5، اهميه واهداف التدريب المشترك اللي بيتم ما بين القوات المسلحه المصريه والسعوديه، وخاصه مع التحديات اللي بتواجه المنطقه العربيه بشكل عام. سلسله التدريب المشترك تبوك بين مصر والمملكه العربيه السعوديه تاتي في اطار التعاون الاستراتيجي في المجال العسكري بين الدولتين. وبالتالي هناك قراءة واضحة لحجم التهديدات. احنا شايفين تهديدات إيرانية في الخليج، وشايفين تهديدات غير نمطية من العناصر الإرهابية، وشايفين تهديدات في مجال الحرب السيبرية والحرب الإلكترونية. يعني كلها عدائيات تقع في مجال ما يعرف بالعدائيات الغير تقليدية. في هذا الإطار بتكون في دور كبير جدا للقوات الخاصة ولمنظومات التدخل للحماية ضد الهجمات الإلكترونية وأعمال الهجوم السبرالي والحاجات ديت. بالإضافة إلى أن الأعمال القتال ديت بيبقى فيها كمان أعمال قتال خاصة للقوات البرية والبحرية والجوية. فحجم القوات اللي بيشترك هو تدريب بري بالدرجة الأولى. بس في عناصر دعم كتير للقوات الخاصة اللي بتعمل في هذا الاتجاه. فأهمية هذا التدريب بأنه هو بيوحد مفاهيم والقراءة للقوات التي قد تتعاون في وقت ما لصد أو للتعاون مع تهديد مشترك ترسل إليه القوات المصرية إلى الأراضي السعودية، أو يتواجد فيه القوتين في مجال مواجهة معينة. إن مسرح الحرب المصري يمتد لدول الخليج. لكن في نفس الوقت احنا سمعنا كتير جدا يعني تصريحات القيادة السياسية ان اي اعتداء على دول الخليج او اي تهديد لامن دول الخليج هو تهديد مباشر للامن القومي المصري. فبالتالي يجب ان يكون هناك تدريب مشترك مع هذه القوات في دول الخليج بالكامل، وده موجود فعلا. وعشان صد هذه العدائيات. طيب سياده اللواء، يعني الحقيقه انه التعاون المصري السعودي ليس وليد الظروف الاقليميه، ربما الظروف الاقليميه عززت من وجود مزيد من المناورات والتدريبات. لكن كلمنا عن عمق هذه العلاقات ما بين مصر وما بين المملكه العربيه السعوديه، واهميه العمل العربي المشترك للتضامن للحفاظ على الامن القومي العربي. مصر والسعوديه دولتين محوريتين. السعودية كقدرة اقتصادية كبيرة جدا ومهيمنة في منطقة شرق العالم العربي ومنطقة الخليج. مصر بتاريخها وقدراتها وسجلها الكبير جدا وتحملها للكثير من القضايا العربية واللي ضحت من أجلها يمكن بأرواح أبنائها. فالدولتين الكبريتين لهم قوة دولة شاملة تعتبر تؤخذ في الاعتبار بشكل واضح. وبالتالي انا بعتقد ان دول محورين مهمين لو التف حواليهم الدول العربيه على حسب الموقع الجغرافي. يعني نشوف دول الخليج او نشوف دول شمال افريقيا، دول الشام برضو. لو شفنا القراءه دي هنلاقي انها ممكن يوجد نوع من التوازن اللي فيه تجميع ائتلاف عربي على محاور مختلفه. وبالتالي يبقى دي نواه إن هذا التجمع العربي سواء في الخليج أو في شمال أفريقيا أو في منطقة الشام يبقى قادر على إيجاد حالة من التعاون الإقليمي بين العالم. وإن لم ندرك التعاون بين كل العالم العربي مرة واحدة، فالتعاون الإقليمي ممكن يسوقنا إلى تعاون كامل بين كل الأقطار العربية من خلال الدول الكبيرة اللي بتسعى لهذا التعاون زي مصر والمملكة العربية السعودية. وبالتالي احنا نسمن هذا التعاون وهذه العلاقات المتميزة جدا، لان احنا بنقول لما العلاقات الاستراتيجية تعلو وتصل الى مستوى العلاقات العسكرية يبقى دي علاقات متميزة جدا. صحيح. سيادة اللواء، اعلن من خلال يعني التدريبات المشتركة تبوك 5 انه هيتم عقد عدد من المحاضرات النظرية حول الجيل الخامس من الحروب. ازاي شايف اهمية عقد مثل هذه الندوات، خاصة انه يعني حروب الجيل الخامس هي حروب يعني مختلفة عن الحروب التقليدية؟
والله الحرب الغير تقليدية بتقع في إطار الحروب الأجيال الحديثة، وأنا لا أسمي رابع ولا خامس، أنا بشتغل على ما يعرف بحرب المعلومات. نعم. حرب المعلومات فيها حرب إلكترونية، وبالتالي احنا شفنا في هذا التدريب تعاون بين القوتين في هذا الاتجاه، تعاون في مجال الحرب السيبرانية وحرب البرامج الخبيثة على الحواسب ومراكز القيادة، هنا أيضا في تعاون في هذا الاتجاه، العمليات الخاصة في تعاون في هذا الاتجاه، حرب ضد الإرهاب تعاون في هذا الاتجاه، العمليات النفسية في تعاون في هذا الاتجاه. إذن معظم مناحي أو الحروب الخاصة بحرب المعلومات، حروب الفرعية، بتطبق وتترجم في هذا التدريب المشترك. وبالتالي في هناك قاعدة مهمة جدا في التدريب المشترك، ألا يتم أي تدريب إلا يسبقه تلقينات وندوات، الندوات دي بيعقد فيها أفكار، تعرض فيها أفكار وخبرات عسكرية متبادلة بين الجانبين، علشان كل جانب وهو بيتعامل مع التاني في الميدان يبقى فاهم الأسس والمبادئ اللي ممكن يتعاونوا عليها أو يشتغلوا عليها. وبالتالي ده مهم جدا، سواء البيانات العملية أو الندوات أو التلقينات، أو كل ده بيتم لخدمة التدريب المشترك. نعم.